كيفكم؟ شو اخبار؟ انا كنت تقولها اسرع بشوي هيك. هلا يا جماعه عشان نعيد الحلقة والله طلع مصطلح حلوة. يلا هلا يا سلام السلام غالي يا كيف الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. مزبوطة مزبوطة هي مقدمتك. مزبوطة هي مقدمتي. اليوم الفيديو باختصار مثل ما كنتم شايفين بالعنوان هو جوابا على سؤال كتير كتير سألته ابو عزان. اكثر سؤال بنسأله في حياتي في السوشيال ميديا. نعم. مو انه كيف تعلمت اعزف على الجيتار ولا مين علمني ولا شو اكثر مقطوعة بحبها ولا شلون تعزف اسمر اللون. اكثر سؤال بنسأله ليش تركت عائلة الشبعان؟ ليش تركت عائلة الشبعان؟ ليش تركت عائلة الشبعان؟ ما بعرف ليش تركت عائلة الشبعان؟ ما بعرف احكي لنا. طيب اول شيء تصحيحا للمعلومة الموجودة عند الأغلبية انه ما في أي مشكلة ولا أي خلاف بيني وبين عائلة الشبعان، صح؟ صح ابو جبل؟ هو هذا الشيء والله على طول بوضحه يا جماعة، أقسم بالله ما يعني إذا نحن بطلنا نصور مع حدا معناته في مشاكل. معناته في مشاكل، يعني بشكل عام يا جماعة كل إنسان عنده ظروف، عنده التزامات، عنده عقود، عنده اللي هو يعني. الفكرة التالية اللي حابب أقولها قدام الكاميرا وقدامكم كمان، أنا فعلاً كثير مشتاق لكم. اليوم أول يوم بشوفكم لعائلة الشبعان، صار لي 6 شهور تماماً، 6 شهور أكثر من 6 شهور كمان ما شفتكم، ما جيت على الاستديو اللي هو الاستديو تبعي بعتبره يعني الاستديو تماماً تبعي إذا بصور لكم هيك. في محفور عليه اسمي والله سجي بعتبره يعني أنا كتير كتير هيك. كان من المؤسسين معنا. نعم. ليش كلمة كان حسها هي فعل ماضي ناقص؟ فعل ماضي ناقص. سيكون أحلى. طيب سيكون من المؤسسين. بس التالي يا جماعة ببساطة كتير وباختصار كتير أنا وصل مع شبعان من عائلتي الثانية حرفياً. وبضاعة تواصل معهم على طول. وأبو عزام أخوي، عزام أخوي الصغير، ما بعرف كيف ظبطوه كيف ما بتكون أخوي الصغير. وتوقعت عقد مع فافا نابولي مثل ما أغلبيتكم بيعرف، فاحتراما للعقد ما عندنا الوقت الكافي ولا المكان ولا خليني أقول الفرصة المناسبة إنه أصور مع أي حدا. حتى أنا بصراحة يعني احترمت عقدك مع فافا نابولي، فأنا صرت ما دق لك مشان تصوير. يعني نحن كنا عم نتواصل على فكرة، دائما نحكي ونسلم على بعض، وإذا لازم شيء موسيقيا في تعامل. حابب أقول شغلة كمان إضافة لهذا الشيء، كتير كتير بدنا نشد على هالفترة في الأغاني، في التسجيلات مع الفنانين، في تصوير الفيديو كليبات ان شاء الله. هلا اذا بفتح لكم الكاميرا بعد شوي، بفتح لكم الكاميرا بتشوفوا الميكروفون والعده كلها جاهزه، الالات كلها جاهزه، الموسيقيين كلهم جاهزين ان شاء الله، كرو جديد، جروب جديد كتير، البرامج جاهزه للمكساج والمايك جاهز. شو اسمه؟ طب شو اسمه البرنامج؟ اف ال. يعني عليك، يعني عليك. كفو كفو. تذكرت اغنيه التكي؟ شوفوا يا جماعه سجلنا مع تاريخنا مع عائلة الشبعان. يا جماعه انا افتحوا على قناتي حطوا الفيديو الأكثر مشاهدة اللي هو كان تجربة أنت وعزام بتقسيم لما انعزفته وتبرعته. كتير كان فيديو حلو، فكرة ممتازة، رح نعيدها ورح نعيدها إن شاء الله. هاي الفكرة لازم نعملها ونشو بيطلع من هذا الشيء، لازم نبعته لأخواننا. بس ما عاد قدرنا خيمات. تمام إن شاء الله. بس ما عاد قدرنا نعمل شيء لأنه إجت كورونا وصار في حجر صحي. أنا عن نفسي كمان في قناتي أكثر فيديو بتاريخ قنوات الاثنين جاب مشاهدات هو كواليس تسجيل أغنية تكة. كانت عندي بالاستديو. كان عندي بالاستديو. أول مرة بعمري يا جماعة أنا بشوف فيديو كواليس بوصل شيء 1,100,000. وعن جد الأتموسفير جوا الفيديو كتير حلوة، يعني الفيديو حلو يعني. صح. يعني تصور يعني ما في هيك كواليس للأغاني. المطرب هو عم يغني وهني برا عم يرقص. فينا نسمي هذا الفيديو أكثر فيديو كواليس عربية جابت مشاهدات. صح. صح. ما حسوا اذا في اكثر من نقول. نعم مساوين اغنية تك مع بعض، مساوين وصلت حجازيات، وصلتين حجازيات. ايوه صح. هذول اول ما تعرفت على اول حفلة رسمية كانت لعزام بحضور المشاهير، كانت هي أنا عزام وعمر. صح. كان رابط شعره وحاطط طاقية برتقالية. يعني عن جد كان في شغل حلو الحمد لله مع بعض. بلشنا مع بعض مثل اغنية تكي الوصلات الحجازية، مثل اغنية ايش بدك يا دمى مع كل هالشغلات الحلوة. طب انا بص الشعر. ايه هذا قص الشعر وقص الاوتار. قص الاوتار يا عم مكسرين لي جيتاراتي. يا عم مكسرين لي جيتاراتي. تعذبت معنا كثير بالحياه. ما هو جيتاراته مش هيك كسرنا. قال ايه طفشت منكم. راح على فافا. انا مش على فافا نابولي. راح على فافا نابولي بعم يكسروا لي الجيتارات. تمام محترمين الجيتارات. الحق على رفيقك وسام، لازم هو يكسر لك الجيتارات. وسام قصدي يعني ما كان في عقد ولا شيء، نحن كلنا عم نسويها تمثيليه مشان اطفش منكم تكسروا. بوجه بس تحيه لفريق فافا نابولي لانه انا ما في مشاكل بيناتهم وبحترمهم وبحبهم. مثل ما انت كمان بهاي الفتره اللي غبتها، نحن الحمد لله قدرنا انجزتوا حلو. انجزتوا حلو. نحن عم نحكي بالفيديوهات سويناها مع بعض،
عن جد ذكريات حلوة والله عن جد يا أبو عزام والله ذكريات حلوة. أول مرة تعرفنا على عمر يا جماعة كنا بدنا نعمل نحن وياه وصلة حجازيات وكان لسه ببيته القديم، هلا أخذ بيت جديد الله يرزقه. كان بيته القديم يعني حدث ولا حرج، بيت شاب كل أسبوع ليفوت عليه مرة. حسيت حالي فايت على أبن جب الأب بروكسي. بس هلا أخذت بيت كتير كتير حلو، كمان رح أحطلكم صوره. أخذت بيت كتير كتير حلو، هتحطلنا صوره. والميزة تعال شو ميزة أعملنا جولي بيت جديد شو قلب هو نارين بيوتي. على فكرة عنده كرسي المساج، رحت من كام يوم عليه فهوني الحلو عنده ما بتحط ليرة، شغل يا بليت نص ساعة بتصدي. تاني ميزة انه البيت كثير قريب من هون صح من هيلة يعني خلاص قبل يوم رأينا من عند عمر صار عمر خمس دقايق بصير بالاستوديو مو صارت من دايم صارت من دايم لكن شرايط بين بعض يا جماعة خلاص صار يربع خلاص يا جماعة وصلنا فيديو. أبو عزام والله اشتقت والله اشتقت من القلب غنيني موال في اللي فيه الفيديو إلا باي 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 ما تقلت لي باي 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 باي. لو يا جماعة كنا وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله بتشوفوا أعمال حلوة كتير قريبة جاية مع بعض، وشكرا لمتابعتكم وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء. استنوا مسكر الكاميرا.